مركز رعاية وتأهيل أطفال التوحد التابع لوزارة التضامن الاجتماعي تم إنشاؤه في إبريل 2018 لمساعدة أطفال التوحد وذويهم وتأهيلهم للتعامل مع المجتمع. تأسس لأن أطفال التوحد كانوا لحد فترة قريبة جدا موجودين مع أطفال الإعاقة الذهنية في نفس الأماكن في نفس الغرف، كانوا بياخدوا خدمات أقل. إحنا هنا بدأنا نركز على الأطفال دول، إزاي نديهم خدمة أكبر، إزاي نديهم الإمكانيات بتاعتهم نساعدهم إزاي يوصلوا ان هم يقدروا يتعايشوا مع المجتمع. المركز ده بيشتغل على اطفال التوحد. الاول بنبدا عمليات التشخيص، بيجي لنا الحالات مع ولي الامر، نبدا نعمل له نعرضه على الطبيب النفسي ونعرضه على الاخصائي النفسي والاخصائي الاجتماعي، ونبدا نعمل له لجنه عشان نشوف هل هي حاله توحد ولا هي حاله اعاقه ذهنيه. لو الحاله حاله توحد بنبدا نشتغل معاها وبنعملها الاجراءات اللي بعد كده. لو اعاقه ذهنيه بنحاول نوصله لاقرب مكان بيشتغل مع الحالات دي. لما بيخلص مرحله التشخيص بندخل في مرحله التقييم، بنشوف قدراته في كل النواحي بقى، قدرات الذهنية، قدرات الاجتماعية، قدرات العقلية، القدرات الحركية. بنبدأ نشوف هو واصل لحد ايه ومحتاج يتدرب عليه، وبنبدأ نشتغل عليه بقى في كل مجال من المجالات اللي موجودة عندنا في المركز. عندنا مجموعة كبيرة من الأخصائيين مدربين وفي التخصصات دي. المركز بيستخدم أحدث طرق العلاج والتأهيل زي التأهيل بالفن وتنمية المهارات الإدراكية والمعرفية والرعاية الذاتية والاجتماعية والحركية والحسية. عدد كبير جدا من أحدث تقنيات التأهيل في العالم. عبد الحميد يلا نكتب. واحد في مهارات ما قبل الأكاديمي، مفروض ان هي خطوط بقى، ازاي هتعلم الخطوط، ازاي يمشي خطوط معينة، الدوائر، يمشي على النقط، متاهات بسيطة يمشي جواها. وفي بقى مهارات الأكاديمي، في ولاد بيبقى هو التوحد عندهم بسيط فممكن يشتغل مهارات أكاديمية. يعني الولاد بيقولنا بيقيموا تحت، بيطلعوا لنا بيبقى في عندهم مهارات واقعه، مهارات مثلا مهارات رعايه ذاتيه، مهارات تنشئه اجتماعيه، مهارات معرفيه، هم ما عندهمش ادراك. وفي ولاد بيبقى في مهارات عاليه عندهم، مهارات تانية مش مظبوطه عندهم. فاحنا بنشتغل على النقطه دي. حوالي 5 اطفال من 100 عندها اضطراب نمائي، واللي بيعتبر التوحد واحد من الاضطرابات النمائيه بنسبه 1:4 انتشارها بين الذكور والاناث. المركز هو اول مركز مصري تابع لوزاره التضامن مختص لتاهيل اطفال التوحد.